مرحبا بكم اخواتي في فيديو جديد مع منتج جديد مع شركة جديدة. هيش تبني اقولكن عن هالمنتج يوم تشوفنه قدامكن. شوفي شو اسمه الالوان، تعطيكن الوان هيش. انا صراحة اذا مثلا مشيت محل وقعدت ادور عن شامبوهات العناية بالشعر، أول ما راح أشوف هالألوان صراحة على طول بروح وبقرأ شو اسمه المحتويات. ألوان بنية، يعني هيش يعني فيها عسل. زين، ونعرف فايدة العسل. زين، الشركة اسمها أفريكان برايد. أفريكان برايد من الشركات الحلوة صراحة. أنا استعمل مع حاليا الزيت مالهم، زيت مضغوط لتحفيز نمو الشعر وتكثيفه حلو. بدون سمع ما نطول في المقدمة، أول شيء هل الشركة معاها مجموعة من المنتجات غير هالثلاثة؟ هالثلاثة بس، لان احنا بشرح عنهم وفي الاشياء الثانيه اذا موجوده بشرح معاها، اذا ما موجوده بجيبها ان شاء الله، وعن بعد بنتكلم عنها. اول شيء هني بقول ان هالشركه هذه تتعامل مع احسن الزيوت الطبيعيه اللي موجوده، زين، واللي تهتم بالشعر، بالعنايه بالشعر. هني اول واحد معانا شامبو. الشامبو هذا شامبو مرطب، انزين، بالعسل وبزيت النارجيل. شامبو بالعسل وبزيت النارجيل. شوفن عندي اللون، الصراحة اللون الكراميل الحلو، العسل وزيت النارجيل. هو شامبو شو اسمه يرطب لك شعرك، وينعم الشعر. هم بعد هالشامبو هذيه للشعر الطبيعي، الشعر المقعد والشعر الكيرلي، المقعد والكيرلي. هالشعر هذيه يعطيك ترطيب ويعطيك الطول الحلو اللي يبان في الشعر نفسه. يعني الشعر اذا كان كيرلي تشوفي تموجات الشعر، هو يبرزها ويخليها مثل طبيعته بطولها، يعني بطولها، ويحافظ عليها. هني يقول كن خالي من السولفات و شو اسمه كولر سيف، يعني شو اسمه ذي، آمن، هي آمن على الشعر المصبوغ. هني هذه الدائرة أقول لك نو، حتى حط لك هني نو. هش كبر هي نو، يعني خالي من المواد الكيماوية، وخالي من السولفات، وخالي من البارابن، وخالي من الأملاح. بعد أكثر من كي هش حنبه لشعرنا، هو ذي الأشياء اللي حنا ندورها تكون مفيدة وايد للشعر. هني يقول لك هذه التركيبة من الشعر، شو اسمها هني، التركيبة هذه من الشعر تغسل الشعر أو تنظفه، شو اسمه، بشكل لطيف، نعم، تزيل كل الدهون، وتزيل الأوساخ، وتزيل كل الدهون المتراكمة في الشعر، زين، من الاسبوع الكامل اللي انت تسوي فيه الدهون، زين، وبعدين تغسليه، هذا يزيلها بشكل ناعم بدون ما يشل الزيوت الطبيعيه اللي موجوده اصلا في شعرك. هذه بعد ميزه وايد حلوه. انزين، هني بقى هني عطنك فوائد الزيت النارجيل، هو deeply conditions وhydrates and helps repair، يعني شو اسمه يرطب الشعر، و شو
اسمه يرطب الشعر، وهم بعده يصلح الشعر، يعني إذا الشعر جاف باهت يطيح كل ساعة خربان. أنت معاي بأنك شكل سميه شعرك وأوينه بدعاية، هش أي شامبو تسوي لشعرك، فهذه الشامبو بينفعك فيلطف الشعر ويرطبه، وبعد شو اسمه يعتني فيه. العسل، ونعرف حن فوائد العسل، هم بعده نفس الشيء يرطب، naturally retains moisture and adds shine، يعني يرجع الترطيب الطبيعي للشعر، وهم بعد يعطيه لمعان. هذه بالنسبة للشامبو، ومثل ما قلنا هذه كلمة لا العودة نو خالي من كل المواد اللي تضرب الشعر، وهذا الشامبو قدامكم. أني للمنتج الثاني المساعد طبعا للشامبو، تشوفين اللون، شوف اللون يعطيك لون هيش، لون عسل على لون شوكليت، زين دافي شوكليت. انزين الشامبو، استغفر الله، البلسم مصنوع من ال او اي مصنوع من العسل وبودرة الشوكليت، بودرة الكاكاو شوكليت، بودرة الكاوكاو، بودرة الكاوكاو، وهم بعد من زيت الزيتون، عسل وبودرة كاوكاو وزيت زيتون، خلاص الكلام واقف ترى. هني يصلح هم بعده ويجدد من الشعر، ويجدد من فروة الرأس ومن الجذور. ومثل ما قلت لك دائما إذا بتستعمل البلسم بس عشان تشل فوائد البلسم كلها، فتحطلنا تخللنا 5 دقائق 10 دقائق على حسب أنت وقتك اللي تاخذيه في عملية تنظيف شعرك. وأنصحك أنك تحطي الكاب وتخليه لحد ما تخلصي، بعدين هذه آخر عملية يوم تتشطفوكي، هذه آخر عملية تخليها أنك تغسلي شعرك من البلسم. هالبلسم بعد يساعدك لأنه يعيد تجديد أو يعيد الجسم الرطوبة، وينعش الشعر ويعطيه حياة، يعني لا يعطيه حياة، إنزين يرجع له نضارته، يرجع له نعومته، يرجع له لمعانه. وهم بعده نفس ربيعة هذه الشامبو مع بعض، إنزين نشتغل مع بعض هذي شامبو وبلسم للشعر المقعد وللشعر الكيرلي. هني نفس الشيء، هني خالي من السولفات وآمن، وايد آمن جدا على الشعر المصبوغ، بنفس العلامة العودة هني خالي من المواد الكيماوية وخالي من البرابن ومن السولفات وخالي من الأملاح وخالي بعد من المواد البترولية اللي تضرب الشعر. هذا هو هني بعد يعطيك انشرح عن البلسم وهيش يسوي للشعر. مثل ما قلت لك هني يرطب وش اسمه يرطب ويلين الشعر ويخليه لامع ويسوالف كلها. هني بعد حاط زيت شو اسمه زيت النرجيل، وهني العسل، وهني بودرة الكاوكاو. زيت النرجيل حنا نعرفه يصلح من الشعر، يصلح من الشعر ويحميه ويملسه بعد،
وهني يقول لك ديبلي كونديشنز، يعني يرطب بعمق داخل، يدخل في الشافت، يدخل في الجذور، شو اسمه، الجذور، في الجذور الشعر، فروه الراس، وهم بعد في خصيلات الشعر. مثل ما قلنا العسل نفس الشيء، يعيد الرطوبة أو الترطيب. هو ترى الرطوبة أنا أقصد بها الترطيب، الترطيب مش الرطوبة، الرطوبة لا، يعيد الترطيب للشعر ويعطي لمعان. وهني بودرة الكاوكاو، عن بعد بودرة الكاوكاو تعيد وتمنع تعيد وتمنع damage and helps promote hair growth, restore and prevents damage، يعني اسمها تمنع تضرر الشعر، اي تمنع تضرر الشعر، وهم بعده وتعيد لمعانه وتعيد قوة الشعر، تعيد قوة الشعر. وانت عارفات فوائد الكاوكاو اصلا، وهني بعده يساعد يقول لك على نمو الشعر، هاي بودرة الكاوكاو يعني. فدام قيل كل ذي الفوائد والأشياء الحلوة اللي موجودة معانا، زيت نارجيل وعسل وبودرة الكاوكاو، وعن بعد هني نفسه الهني خالي من السولفات وخالي من البرابن وخالي من المواد البترولية وخالي بعد من الزيوت الملحية. وهذا هو الكونديشنر أو البلسم. بعد ما تستعمل الشامبو، الشامبو هم بعد نفس الشيء، خليه لمدة دقيقتين زين، ياخذ الشعر منه كل الأشياء المفيدة فيه. لا على طول سمها تغسلي شعرك من الشامبو، لا، شو اسمه، اعطيه وقت دقيقتين اقل شيء وبعدين غسليه. وهذا مثل ما قلنا 10 دقائق كحد اقصى مع الكيسه وبعدين تغسليه. الحين واخر واحد الطحني يه الليف ان كونديشنر، بعد البلسم، بعد ما تنشفي شعرك زين، هي البلسم اللي ما ينغسل مثل الكريم ومثل الزيت، ليف ان كونديشنر. بعد اكررها واقولها، في وايد هناك اخوات ما يعرفون الليف ان كونديشنر ايش معناه. الليف ان كونديشنر معناه البلسم اللي ما ينغسل، اللي ينحط في الشعر وبعدين تمشطي شعرك عادي كانك حاطه اي كريم اي زيت. فيتكون من هيش، يتكون من حليب النارجيل، حليب النارجيل، ما بزيت النارجيل، لا، حليب النارجيل، ويتكون من العسل، يرطب ويعطيك لمعان للشعر. طبعا بعد بعدين شو اسمه ينعم الشعر ويخليه يخليه سهل انك تمشطيه، ماشي هناك صعوبة في التمشيط، وهم بعد يعطيك نوع من اللمعان في الشعر. هني يقول لك هو من الانواع، هذا الليف ان او البلسم اللي ما ينغسل، هو من الانواع الخفيفة، انزين، من الانواع الخفيفه اللي اصلا ما اذا حطيتيه ما تخلي الشعر يثقل، يعني خفيف على الشعر تستعمليه الشعر زين. وهم بعده يدخل ويتغلغل في جذور وفروه الراس عشان النعومه وعشان يتكثف، نفس الشيء مع الاستعمال طبعا يتكثف الشعر. مثل ما قلت لك هني leave in hair manageable and naturally defined، يعطي الشعر اي يخلي الشعر سهل انه تتعاملي معه شعرك. وهم بعده يعطي خصلات الشعر لانها مقعدة وكيرلي، يبرز التموجات في الشعر.
إنزين هني هني شارح لكن إيش يسوي. حليب نارجيل يجدد من ترطيب الشعر ويحتي نعومة، وهم بعده هني يفك، تشوفوا يفك تشابك الشعر. إذا كان شعرك من النوع اللي يتشابك وانت متعاية به، فهذا أذيه يفك تشابك الشعر. للمعلوم بس في أنواع نفس الشيء معاي لفك تشابك الشعر. وطبعا هني العسل، العسل هني يعيد الترطيب واللمعان الطبيعي للشعر. مثل خواته الشامبو، والشامبو والكونديشنر هني هين هذي البيج نو العود هني حط لكن اياها كانها ختم، خالي من الاملاح زيوت الملحيه، وخالي من البتروليات، وخالي من السلفات، وخالي من البرابن. وهني طريقه الاستعمال مثل اي منتج تستعمليه، او مثل اي زيت تستعمليه. اول شيء هذا اول تخضيه بس عشان تختلط المكونات، وبعدين تستعمليه لشعرك. تستعمليه للشعر المبلل، وتستعمليه للشعر الجاف، وتمشي شعرك، وإن شاء الله تستفيدي من هالمنتجات الحلوة والمكونات الصراحة الجميلة اللي موجودة فيه. وفي آخر فيديو لليوم الشيء، لا تنسوني من السبسكرايب، ولا تنسوني من اللايكات، وهم بعد الشير. وأي سؤال بالنسبة للمنتجات هذه إن شاء الله برد عليكم. ومني لذاك اليوم أو الفيديو ثاني أتمنى لكم الصحة والعافية، وحياكم الله.